طبعا اليوم اني راح اشوفكم التليفون اللي اشتريته، والله العظيم راح تنصدمون من شكله. اشتريت التليفون الجديد، هذا التليفون بيه لعبة كلش كلش حلوة وشغلات اسطورية اليوم راح تشوفونها. اوكي يلا اني خلي اشوفكم التليفون اللي اشتريته. طبعا اني هذا البيت مالي، واني تعبت ظليت 3 اشهر اجمع فلوس حتى اشتري هذا التليفون. اوكي يلا نفتح البيت مالي ونقول بسم الله، نسد الباب هسه. وين اني بيا صندوق خليته؟ اعتقد هذا، لا 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 لا، طبعا هاي هذا الدايموند، هذا طانيا بابا. اوكي اني ما راح استخدمه حاليا. اوكي بعد شنو عندنا؟ هذا الدايموند مال ماما، اني ما اسرقه لان ماما تريد تقتلني. اوكي وهذا هنا أنا موجود الجوال مالي، اوه هذا الايفون اسمه الجالكسي. اوه والله اني كلش متحمس حتى استخدم السامسونج جالكسي اس 9 اس اي. هذا التليفون شباب بنات هو اكثر تليفون اني احبه. هسه اكتبوا لي بالتعليقات ليش؟ لان هذا التليفون يشغل برنامج الفيسبوك وبرنامج الواتساب. هسه تقولوا لي ليش تريد الفيسبوك والواتساب؟ لان اني اريد اراسل حبيبتي. اوكي يعني مو تكتبون بالتعليقات منو حبيبتك وما ادري شو. هسه انا اطلع رقمها ونتصل عليها. اوكي حتى نشوف وتعرفون منو حبيبتي. اوكي شباب انا بس مو تكتبون بالتعليقات. انت ورع. اوكي يلا هسه خلي، شنو هاي شنو هاي؟ ما يشتغل شباب بنات، ما يشتغل ليش؟ يعني هسه انا شلون استخدمه؟ ما يشغل الفيسبوك ولا الواتساب. لا والله هذا عمو جويسم الشرير خدعني وباع لي جوال عطلان. اوف والله اشتريته ب10 بلوكات دايموند. اوف انا هسه تكتبوا لي شلون جمعت ال10 بلوكات دايموند؟ شباب بنات انا اقول لكم، سرقت 5 بلوكات من بابا و5 بلوكات من ماما، 3 اشهر ظليت انتظر لحد ما اقدر اسرق. شباب بنات اوكي والله اني تعبت بالسرقه وبعدين كل الجوال ما يشتغل. اوكي مو مشكلة راح اخذ العمو جويسم واقول له يشغله، واذا ما رجع واذا ما يشغله يرجع لي فلوسي. اروح اشتري لي ايفون احسن، ما يشتغل. قالوا لي اصدقائي الجالكسي احسن. اوف والله ورطة هاي. اوكي اوكي شباب يلا انا وصلت العمو جويسم. عمو جويسم شنو هذا الجوال؟ شنو؟ شكو ايش صاير؟ اني هذا الجوال اسطوري، هذا اني بعته لك ب10 بلوكات دايموند، شنو ايش بيه؟ لا هذا مو اسطوري، انت وعدتني قلت لي هذا البرنامج او الجوال راح يشتغل وتقدر تراسل من عنده حبيبتك، بس الجوال ما جاي يشتغل. شنو تريد تراسل حبيبتك؟ لا لا تقول اسمها، لا تقول اسمها، لا تقول اسمها. اوكي اوكي ما راح اقول اسمها حبيبتك. ايش اسمها؟ اوكي والله اعطيني الجوال خليه يتاكد يشتغل ولا لا. اوكي هذا الجوال شوفه. اوكي ولك يا غبي هذا الجوال ما بيه شحن، والله العظيم اخبى من عندك ما شفت. هذا الجالكسي ما بيه شحن، يراد له شحن، روح شحنه وراح يشتغل. اوكي اوكي شباب بنات، بس انت ما اعطيتني وياه شاحنه. اوكي اوكي مو مشكله، الشاحنات اللي عندي خلصن. اوكي تعالي باكر ابيع لك شاحنه. لا ما يشتغل، تريد تخدعني، تريد تخدعني والله العظيم. اريد فلوسي، اذا ما ترجع لي فلوسي اروح اتصل على الشرطه والله العظيم. شوف الجوال خربان وش تريد تسوي؟ سوي، اني ما ارجعه. اوكي خدعتك، تريد روح اشتري لك ايفون احسن من هذا الجوال. اوكي ايه الايفون احسن، والله كلامك ذهب، اني كلامك حاكي. اوكي اوكي راح اروح اشتري لي ايفون، بس رجع لي الفلوس مالتي حتى اشتري ايفون. شنو الفلوس مالتك؟ روح راح ارجع له فلوسه. احنا عندنا قانون بالمحل مالنا، البضاعه المباعه لا ترد ولا تسترجع، يعني فلوسك اقرا عليها السلام. اوكي يعني بعد ما يرجع. ها ما يرجع مو اول شغله؟ هذا الجوال اني ما اريده. اوكي هذا جوالكم اخذوه، جوال فاشل. اوكي واني راح اروح اشتري لي ايفون يا ورع. اوكي مو مشكله بكيفك، لا تشتري بعد ما ابيع لك. اوكي شباب بنات بعد ما ادينا لهم ولا اقترب من عندهم هذول النصابين، يعني اعطيته 10 دايموند و10 بلوكات دايموند واعطاني، يعني اعطيته 10 دايموند مقابل اي كل شيء ماكو. اريد جوال، جيب جوال جيبه. اي ورع يلا برا. اوف شباب بنات والله لو والله العظيم بس تجيني بعرورة اجي اسويها بالمحل مالكم وشوف. اوكي شوف بعرورة يسويها هنا حتى يطرد الزبائن
والله أني أدبك، وعندي سيف دايموندي أسطوري، أجلدك بي جلد مثل جلد هيك جلدك. أوكي يلا اطلع برا. أوكي. أوف شباب بنات، والله ورطة هاي. يعني هسه أني راح أروح العمو علاوي صاحب بيت الدايموند. أوكي طبعا عمو علاوي هذا عنده آيفونات كثيرة، أني راح أروح له هسه وأقول له يساعدني وأعطيه هذا الايفون اسمه الجالكسي يصلحه. اوكي شباب بنات يلا ما بقى شيء، اقول له شوف صدق هذا التليفون عطلان او لا. اوكي السلام عليكم عمو علاوي شلونك؟ وعليكم السلام عمو. ليش تحكي بهاي الطريقه؟ هاي طريقتي عم ازوجكم يا الفقره وتطلعون من المحل. انا ما اطلع من المحل. شوف عمو باوع، انا اشتريت هذا الجالكسي ويعني ما جاي يشتغل، شوف شنو موجود بيه. هذا الجهاز S9. اي اعرف جالكسي S9، ليش ما جاي يشتغل؟ اريد اعرف السبب. هذا الجهاز ماخذين البطارية مالته. يعني ما بي بطارية؟ اي اذا تريد ابيعها لك البطارية ب20 دايما. طيب اتأكد ان الجوال هذا اصلي لو تقليد. وقف وقف. ريحته تقليد. تقليد تقليد. اوه ارجعه وين تليفوني؟ رجع. اوكي عمو ليش تخايس؟ احترم نفسك باوع، اول ما رحت عدل. اوكي 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 باوع لي، اني اجيت اريدك تبيع لي ايفون 12 برو اس اكس ماكس برو ماكس ماكس قلي. اوكي 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 بس احنا ما نبيع الايفونات بس للاغنياء، اذا تريد نعطيك الهواوي والجالكسي. لا شنو الهواوي؟ يعني عندكم بالمحل قانون ما تبيعون الايفون بس للاغنياء؟ هي مو الايفون غالي بس للاغنياء. يعني هسه انا ما اقدر اشتري ايفون مو؟ اي لازم اصير قني. انت تعرف انا شنو اريد اسوي بالايفون لو ما تعرف؟ تريد تراسل حبيبتك؟ اسكت اسكت، اريد استخدم الفيسبوك. اي الفيسبوك، ارجوك بيع لي ايفون. اوكي ابيع لك ايفون؟ لا ما راح ابيع لك. ليش ما تبيع؟ انت مو قني، قانون صاحب المحل واللي هو انا انه اي شيء اي ايفون او اي جهاز يبدا بحرف الاي هو مو للفقره. زين بيع لي اي سامسونج. اي سامسونج خلاص. شوف هذا الجوال اخذه لك، ما اريده. لا والله جيبه احسن. اوكي شباب جيبه. تعرف انا شنو راح اسوي؟ راح اسوي لي شركه خاصه بي واسميها فيسبوك، والله العظيم اللي اصير انجح شركه بالعالم. وش اسمه؟ بلع ورع. وقف تعال يا باب بنات، يسخرون من عندي، والله العظيم يسخرون من عندي، حرام عليهم، لان انا فقير ما يقبلون يبيعوا لي ايفون ولا جالكسي زين، باعوا لي واحد عطلان. اوف يا ربي شلون ورطه هاي. اوكي اجت لي فكره، اني راح اسوي لي شركه ما اسميها فيسبوك، اسميها فيسبوت. اي هذا اسم يعني حلو وان شاء الله ينجح. اوكي يلا اوكي. السلام عليكم عمو، هذا الجالكسي اللي اشتريته اني من عندك اريد فلوسه. اوكي رجع لي فلوسه. إيه ما الفلوس ما نعطيك اياها، اذا تريد نعطيك شغلات ثانيه بدال الفلوس، لان الفلوس ما نرجعها. اوكي اوه فكره حلوه، اريدك تبيع لي بلوكات حتى ابني لي شركه. اوكي والا اصير غني وتم فقراء. اوكي موجودات بالصندوق، اخذهن بلوكات روح سوي لك شركه. ايش راح اسمي الشركه؟ فيسبوك. ايش رايك بالاسم؟ فيسبوك شنو هذا الاسم؟ خلاص يلا اخذ البلوكات واطلع، والله العظيم ما تنجح الشركه مالتك. اوكي نشوف. اوكي شباب بنات، اوكي انا راح اروح اسوي هذا صندوق. اوه حلو، راح اروح اسوي الشركه مالتي وان شاء الله تنجح شباب بنات. بس انا بصراحه محتار شنو اللي راح ابيعه بالشركه مالتي، والله ما اعرف. اوكي خليني اسال عمو القروي يمكن يعرف. عمو جويسم شنو تنصحني ابيع بالشركه مالتي الجديده؟ شوف اكو شغله اذا تقدر تجيبها وتبيعها بالمتجر مالك مال الشركه الجديده، والله العظيم راح تصير اغنى شخص بالعالم، بس هاي الشغله ممنوعه. اوكي وخطره كلش، واذا يشوفونك الشرطه عندك هاي الشغله راح يعتقلونك، يعني كلش خطيره، مو عبالك مخدات لو شوف شنو، لا هاي كلش خطيره. يعني شغله خطيره. طيب
شنو هاي الشغلة؟ أنا ما أعرفها. أوكي شوف، أنت جاهز حتى أقول لك شنو هاي الشغلة؟ حتى تصير أغنى شخص بالعالم وتساعد كل الناس؟ إي جاهز. أوكي آي كابتن، أنا جاهز. شنو هي الشغلة؟ أوكي أنا قبل لا أقول لك، هسا أريد كل المشاهدين يضغطون لايك ويشتركون بالقناة ويفعلون جرس الإشعارات ويكتبون بالتعليقات تم 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 تم، حتى إن شاء الله أقول لك شنو هي الشغلة. أوكي؟ أوه شباب بنات، والله شكل عمو جويس متحمس كلش، يعني لازم هسه تفجرون أم اللايك. أوكي شباب بنات، هسه أريدكم كلكم تضغطون لايك، تشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات وتكتبون بالتعليقات تم. أوكي يلا سووا هاي الشغلات حتى إن شاء الله يقول لي شنو هي الشغلة اللي نبيعها. أوكي قل لي هسه شنو أسوي. أوكي أول مرة لازم تسوي الشركة مالتك مال الفيسبوك. أوكي حتى من ترجع لي أقول لك شنو اللي لازم تسوي. أوكي يلا بسرعة. أوكي خلي أسوي الشركة مالتي. أوكي يلا هسه أنا خلي أروح أسوي الشركة مالتي. أوكي وين أسويها؟ أوه ذاك المكان كلش حلو 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 حلو، راح أسوي الشركة مالتي وأسميها شركة الفيسبوك للشغلات الممنوعة نبيعها. أوكي شغلات خطرة، تمام راح أسوي الشركة مالتي بهاي الطريقة شباب. 1 2 3 4 5 6 7 أوكي بهاي الطريقة إن شاء الله الشركة مالتي راح تنجح ونصير اغنى شركه بالعالم كله 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 شباب بنات. اوكي اني طبعا راح اصير غني ما مصدق والله العظيم. 1 2 3 4 اوكي شباب بنات ان شاء الله الشركه مالتنا تنجح وبس نربح شويه من عندها فلوس راح اعطيكم جائزه كلش كلش حلوه. اوكي تمام شباب بنات تمام تمام. اوكي ما بقى شيء، هاي نخليها بهاي الطريقه وبهاي الطريقه. اوكي يلا يلا ما بقى شيء، خلصنا ان شاء الله بهاي السرعه راح نخلص. اوكي حلو خلصت اني. اوكي اوه والله شغله كلش رهيبه هاي. اوه احتاج بيكوكس بس يلا مو مشكله، اني ما احتاج بيكوكس صرت تمام. اوكي البلوكات الزرقاء اللي هي شعار الشركه مالتي، اوكي نفس لون الفيسبوك. اوكي بس اني ما راح اسمي الشركه مالتي فيسبوك، تمام شباب بنات نسميها فيسبوك. تمام 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 تمام. اوه خلصنا خلصنا ما بقى شيء. اوه والله حلوه هاي. اوكي اني متحمس متحمس شباب بنات. اوكي اوكي ان شاء الله يجوا لي زبائن وانصب عليهم، اقصد ابيع لهم الشغلات الجديده. تمام تمام شباب بنات. اوكي 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 ما بقى شيء خلصنا، خلينا نسكر هاي كلها. حلو هسه خلي اروح اجيب لي بيكاكس وارجع. اوكي اوكي يلا هسه اني خلي اوصل للبيت مالي، طبعا اعتقد اني عندي بيكاكس بهذا البيت ما ادري شنو. اوكي خلينا نجيبه سريع بيكاكسي. عندي بيكوكس. اوكي 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 طبعا هذا بيكوكس اسطوري. يلا شباب بنات خلينا نسوي الشركه مالتنا حتى نربح من عندها فلوس كثيره. اوكي تمام 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 يلا يلا. اوكي الشركه راح اخليها بهاي الطريقه، شوفوا هذا الشعار مال الشركه مالتي شباب بنات. لحظه لا غلط والله غلط، شلون اسويها؟ اوكي نجيب البلوكات البيضاء بهاي الطريقه شباب بنات. اوكي اوكي هذا هو الشعار مال شركتنا، هاي لازم نسدها. اوكي اوه والله الشعار حلو. واو فيسبوك هنا انا خلينا نخلي نقطه شباب بنات، اقصد نخلينا انا واحده بنفسجيه حتى ما نقلد الفيسبوك. اوكي خلي واحده هنا انا بنفسجيه حتى تبين شركه فيسبوك حقيقيه. اوكي فيس هذا الفيس وجه البوط. اوكي تمام يعني وجه البوط مو وجه الكتاب او غلاف الكتاب من الشيء. اوكي تمام اوكي اوكي هسه هنا نخليها ايضا بهاي الطريقه شركه الفيسبوك. لا هنا راح اخلي الباب. اوكي هنا أنا الباب تمام، هذا الباب يا شباب ويا بنات. هسه نسكر هذا من هذا. لا هاي غلط. اوكي طبعا اكو اغنيه كلش حلوه اني راح اسويها بس خليه يكسر ذني ونكسر ذني سريع سريع شباب بنات. اوكي 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 تمام 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 تمام. اوكي طبعا احتمال ايضا اسوي لي شركه ثانيه نسميها شركه واتساب. اي فكره حلوه هاي والله. لا ما نسويها واتساب، لا نسميها واتساب واتساب واتس واتس فيسبوك واتسوط. اي واتسوط نسميها واتسوط شباب بنات. نجيب الدور او الباب نخليه بهذا المكان حلو ونخلي هنا بلوك ابيض حتى ما نقلد فيسبوك. اوكي نجيب هسه التورتش. شركه فيسبوك عندهم تورتش داخل شركتهم؟ لا ما عندهم، عندهم مصابيح او جلوبات. خلي هنا نخلي واحد هنا وسد الباب. واو كملت الشركه مالتي. اوكي شنو هذا؟ جاي شم ريحه مو حلوه تجي من البيت. شنو شكو ايش صاير؟
لا مو من البيت مالي. اوه شكله عمود ويس مسوى بعرورة. اوكي شباب بنات اوكي اوكي. ها عمود ويس لزمتك شنو جاي تسوي؟ ها لا 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 ارجوك لا تفضحني ارجوك لا تفضحني. لا لا ما فضحك اني بس اوه سويت بعرورة مو انا ما راح افضحك بس عندي شرط اوكي. شنو الشرط مالك ارجوك ارجوك؟ الشرط مالي اريدك تسوي لي شركة ثانية اسمها فيس اسمها واتصوت اوكي؟ اوكي اوكي مو مشكلة انا راح اسوي لك هاي الشركة، انت روح للبيت مالك واني اسويها اوكي؟ اوكي يلا رايح للبيت مالي واذا ما تسوي الشركة مالتي مال الواتساب التقليد اروح اقول للناس كلهم انت كنت تسوي بعرورة بالمحل مالك اوكي يلا. يلا شباب بنات انا هسه خلي ارجع للمحل مالي. اوه جت الفكرة خلي اروح اشتري خلي اقول له شنو الشغلات الممنوعة. هاي نسيت اقول لك شنو الشغلات اللي قلت لي ابيعهم بالمحل؟ ما عليك ما عليك انا راح اجهزهن انا اجهزهن لك بالمحل اوكي؟ انت روح روح ما عليك. اوكي مو مشكلة. اوكي شباب بنات هو عمود ويسم راح يكمل كل شيء. يلا هسه انا خلي اروح مع صديقي هذه البعرورة الاسطورية. اوكي اوكي انا هسه راح اسوي الاتفاق اللي اتفقته ويا هذا اوجا الورع. اوكي مو مشكلة جهزت الموارد اني هسه راح اسوي له شركة اسمها واتسطوط ما ادري شو اسمها. اوكي مو مشكلة وين اسوي له الشركة والله ما اعرف اني. اوكي خليه اسويها له بهذا المكان وان شاء الله يقبل هاي الشركة اللي اني راح اصممها له ان شاء الله يقبل بها شباب بنات. اوكي 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 تمام نوخر ذني سريع نجي نحسب 1 2 3 4 5 تمام ونرتفع 2 اوكي ونرتفع 2 وبهاي الطريقة شباب بنات راح نسوي له شركة الواتساب مالته الخاصة بي. اوكي 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 شباب بنات اوكي ما بقى شيء ان شاء الله راح يقبل بالشركة اللي اني راح اسويها له. مو يجي يقول لي مو حلوة وما ادري شنو ويزعلني اني ترى ازعل واذا ازعل يعني تعرفون ازعل. اوكي معلومة خطيرة. بعد شلون اوكي بهاي الطريقة اتوقع اوكي نجحت. لا اكو غلط اكو غلط اكو غلط شباب بنات اكو غلط اكو غلط اكو غلط موجود اوكي لازم اعدله. تمام نخلي هاي هنا بالشركة مالتي هذا الورع لو بنسوي بهاي الطريقة 2 النوبة بهاي الطريقة اوكي اوكي اوه بهاي الطريقة هسه اعتقد تمام اوكي تمام شباب بنات. لا هاي غلط هاي صارت هاي غلط اوكي شباب بنات هذا غلط تمام النوبة نخلي وحدة هنا ووحدة هنا اوكي اوه هسه اتوقع صارت صحيحة تمام وبعد وحدة نخليها هنا اوكي خلينا وحدة هنا لحظة بس خليها اعدل هاي الشركة مالتي مال اقصد مال اوجا هذا الورع اللي يريدني اسوي له اني الشركة اوكي خلينا نكسر ذني شباب بنات هاي هي الشركة مال واتساب بس شلون اني راح اكملها والله التعب الشركات هاي اوكي مو مشكلة نخلي اللون اخضر هنا بهاي الطريقة يعني بكل مكان لان هاي شركة واتصوت تمام اوكي 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 شباب بنات ما بقى شيء يلا خلصنا خلصنا اوكي اوكي خلصنا 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 شباب بنات اوكي هسه نجي ونخلي هاي هنا اوكي لا لحظه واحده 2 3 4 5 اوكي بهاي الطريقه لا غلط 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 شباب بنات اوكي اعتقد غلط لا اي غلط الشعار هذا غلط مو هيك لازم هيك شباب بنات اوكي لحظة غلط غلط الشعر اني مو هيك اسويه مو هيك غلط راح يزعل من عندي اوجا سريع خلي اكمل الشعر اني اول مرة اوكي بهاي الطريقة لازم تمام عرفت الشعر هيك شوفوا شباب بنات هيك الشعر اوه علامة تليفون اوكي هيك بهاي الطريقة شباب بنات والله كملنا الواتسوط والله كملته بسرعة اني شوفوا هسه خليه اكمله من الجهة الثانية اوكي بهاي الطريقة اوكي بهاي الطريقة شباب بنات اوكي اوه والله كبير هذا انا شلون راح اخلصه بهاي السرعة ما اعرف اوكي بهاي الطريقة لا يما غاي غلط يا يما مش على ايش العلاقة اوكي مو مشكلة سريع هاي بس خلينا نوخر ذني مزعجات راح تمطر مو؟ لا والله ما مطرت على بالي جاي تمطر تمام؟ اوكي خلصنا ذني حلو 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 هلا والله بالاسياد تمام هاي نخلصها بهاي الطريقة شلون صار شكله منها اعتقد مربع لا والله حلوة شركة الواتسوط هاي اوكي شركة الواتسوط لمراسلة اي شخص يحب اوكي هاي نكسرها
هاي نكسرها شباب بنات حتى تكون الشركة أصلية ومو تقليد، اللعبة الأصلي المو تقليد والوله. أوكي خلصنا هاي يما هاي غلط يما. أوكي 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 هاي غلط 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 غلط. نحن بهاي الطريقة شباب بنات نخلص الشركة مالتنا بأسرع وقت ممكن، أسرع شخص بالعالم يخلص شركات أسطورية مو تسليك. تمام شباب بنات أوكي يلا خلص. أوه هاي خلصناها. هسا أنا نسيت أروح لعمو جويسم، هاي اسمه عمو علاوي اللي ما قبل يبيع لي أول مرة الآيفون، أروح أضحك عليه. أوكي أقصد مو أنا أضحك عليه، أقصد أوغا راح يضحك عليه. أوكي أنا طبعا مو أوغا. تمام خلصت والله خلصت أنا. هاي هنا أنا راح نخلي الباب مال الشركة. أوكي وهنا أنا نجيب هاي البلوكات البيضاء، شوفوا شوف هاي الحركة 1 2 3 4 5 6. هنا أنا أيضا نخلي لون أبيض وخلصت. تمام هنا أنا أيضا نخلي لون أبيض إنه بعدين نجيب الأخضر، بس قبل لا نخلي الأخضر نخلي هنا أنا أبيض. أوكي هنا أنا نجيب الأخضر. شوف الشباب بنات الحركة الأسطورية اللي أنا متعمد أريد أسويها ما صارت بالصدفة والله العظيم. أوكي تمام بهاي الطريقة شوف شلون صار الشكل ماله يخبل والله العظيم كلش كلش أنا أعجبني وحلو. هسه التورج وين التورج؟ أوه ماكو تورج والله شلون نسيت أنا. تمام تمام شباب بنات هاي هي الشركة مال الفيسبوك، هاي اقصد وين شركة الفيسبوك؟ او ذيج، وهاي الشركة مال واتسوب، اوكي؟ هاي واتسوب ذيج فيسبوك، تمام، والله شلون اسماء شركات هاي؟ تخيلوا يسوي له شركة ثالثة يسميها يوتوت، اوكي؟ والله كل شيء يسوي هذا الورع اوكي، يوتوت ومدري شنو بطوط، تمام هاي كسرناها ذني، اوكي اوكي ذني كسرناها سريع، اوكي حلو 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 شباب بنات خلصنا. خلصنا 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 ما بقى شيء ما بقى شيء. اوه بس خليك كسر ذني طبعا انا ما جاي اضيع وقت اريد سريع اخلص حتى ان شاء الله اشوفكم شنو الشغله اللي الاسطوريه اللي راح نسويها. اوكي يلا هذا كافي هذا اخر ثلاثه هاي اخر وحده لا والله هاي الاخيره والله كو هاي ما اوه بدها تنطر. شوفوا هاي الشركه شنو اللي راح نبيع بيها؟ راح نبيع بيها شغلات أسطورية، أوكي نهكر أجهزة يعني عندنا خدمات حلوة مثلا نهكر الأجهزة مال أي شخص تردون تتجسسون عليه وتعرفونه يحبكم أو لا، والشغلة الثانية عندنا واتساب أقصد واتسوب. تمام أوكي هسا الشغلة الثانية خلي نروح للشركة الثانية مال الفيسبوك خلي نشوف شنو اللي راح نبيع بيها. أنا راح أقول لكم الشغلة اللي راح نبيعها شباب بنات. أوكي 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 يلا 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 ليش ما أنتقوا من أوغا؟ اي والله فكره رهيبه. وين وين الشركه؟ والله حلوه هاي. اوه حلوه. شوفوا راح اقول لكم شغله بس ممنوع تقولون الاوغا حتى ما تفضحوني. اوكي انا اثق بيكم. الشغله اللي راح اخليها هنا بهذا المحل راح اخلي اشياء ممنوعه. تعرفون شنو؟ راح اخلي حليب بالشوكولاته منتهي الصلاحيه واتصل على الشرطه واقول لهم اوغا يبيع اشياء ممنوعه واخليهم يعتقلونه. اي 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 نجحت الخطه مالتي. طبعا انتم عبالكم الحليب هذا مجرد حليب عادي، لا 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 هذا الحليب فاسد، الحليب فاسد منتهي الصلاحيه اكسبايرد يعني راح يتورط اوغا. لا عبالكم مخدات وما ادري شنو اشياء ممنوعه ومشروبات بيبسيه، لا 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 احنا ما نبيع هاي الشغلات حرام، احنا نبيع حليب منتهي الصلاحيه. اوكي يلا يلا شباب بنات اني خلي اروح اكمل الخطه مالتي. اوكي وبنهايه المقطع يا شباب ويا بنات اللي اريده من عندكم ضغطوا لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا جرس الاشعارات ولا تنسون تكتبون بالتعليقات شنو تتوقعون راح يصير بالجزء الثاني. وشغله اضافيه اذا وصل هذا المقطع 30 الف لايك راح ننزل الجزء الثاني وتشوفون شنو اللي راح يصير. وشغله اخيره اريدكم تتابعون اوغا على الانستغرام لان راح ينشر ردة فعله هناك وراح تنصدمون من عنده، فما احب اطول عليكم اكثر وبس مع السلامه.